أكيد فرح محطتنا الأخيرة مع الشباب الدائم يلي أصبح حاجز لكل سيدة وفتاة. مع التقدم بالعمر وظهور خطوط الشيخوخة كان لابد من ابتكار طرق عديدة لتغطية هي الخطوط، فظهرت بالآونة الأخيرة مواد مالقا بها الوجه ومناطق عديدة من الجسم. ما هي مخاطر هذه المواد وما هي إيجابية حقنا واستمراريتها أنواع رح نحكي عنها أكيد مع أخصائية التجميل سيدرا الواوي. صباح الخير. صباح الخير. صباح الجمال سيدرا. حبيبتي أنتم الحلوين. يسعد صباحك حبيبتي. يعني بالبداية خلينا نحكي عن أهمية حقن الفيلر وعن هي التقنية بشكل عام. هلا حقن الفيلر هو نوع من أنواع التقنيات أكيد اللي هي هلا كتير صارت موضة مشان موضوع التجميل. هو إله الطبيعتين، يعني في ناس هن بيلجأوا لهذا الموضوع مشان جمال لأنه هن حاسين بدهم يعملوا هيك، وفي بعض أحيان هو بيكون ضرورة، واكيد انا مع اللي بيكون ضروره عشان تصحيح عيوب، تصحيح مشاكل. في عنا قصص تقدم بالسن، يعني في امور كثير بيكون حقن الفيلر هو ما يعني شيء ضروري، وفي مراحل او احيانا وحالات بيكون حقن الفيلر هو اوبشنال ما له مهم ابدا، بيكون هو حسب اختيار الصبيه واذا هو فعلا مهم او لا. سيدرا، بين الفيلر الدائم والفيلر المؤقت خبرينا شو الفرق بيناتهم وامتى نحن نلجا لاي نوع من الانواع؟ هلا اكيد الفيلر الدائم هو موضه كثير قديمه اللي هو الاسم الشعبي لها سيليكون، يعني هي بالنهايه ماده سميكه اكثر بتضل وقت اكثر، كانت يتم مو حقنها، كانت توضع بعمليه جراحيه بيتم الشق وبتنحط بالمنطقه اللي الصبيه بدها تعمل فيها ملق. نحن ما بنقول نفخ لانه هو ما له مصطلح طبي، بس لما بدي اقول لك انه السيليكون هو ماده كثير اثبتت انه هي سيئه، اول شيء الى مع الوقت اثار كثير سلبيه، بتؤدي لتكتلات في انواع من الجسم بترفضها، احيانا بصير في عنا تكلس لهي المواد اللي هي قديمه يعني. واذا ملاحظين اي حدا من الناس اللي عامل سيليكون من شي 10 سنين بتشوفوا هلا الاثار السلبيه، ان كان انه بيتغير شكله او ممكن يكون يصير قاسي، ممكن اعمل التهابات، ممكن اورام، يعني للاسف في نوع من الحالات ممكن يصير فيها اورام حسب طبيعه الجسم. لهيك هلا الطب تطور وصار بقى في مواد احدث، اكيد هي ما عندها الديمومه اللي عندها اياها السيليكون لانه هي مواد مؤقته، كونها مؤقته يعني الجسم بيقدر يتقبلها ويهضمها، لهيك هي مؤقته مو لانه هي بتروح، لانه طبيعه جسمنا اي شيء غريب نحن الجسم بيعمل دفاع تجاهه، فهذا الدفاع بصير عن طريق امتصاص هي الماده. اكثر ماده ممكن تضل سنه سنه ونص حسب قديش الماده مهمه او قديش هي موثوقه. طبعا الماده اسمها هيالورونيك اسيد اللي هو الاسم العلمي للمواد المالقه، هي عباره عن جل مائي الاصل هو بالجلد، في عنا هيالورونيك اسيد بيرتبط مع الكولاجين مشان يعطيني انتباج بالخلايا، صاروا انه ياخذوا هي الماده يعملوها بشكل صناعي ويحقنوها باي مكان هن بدهم يزيدوا الفوليوم فيه لاي سبب كان. طيب سيدرا خلينا نحكي كمان، بعض الناس بتقول انه الفيلر حتى بهي المواد اللي هي مدروسه لشكل كبير انها تناسب جسمنا او حتى تشبه مكونات جسمنا هي مضره وممكن تعمل بعد 5 سنين مشاكل. بعض الناس عم بيقولوا انه فيكي تاخذي شيء من جسم الانسان او من دهن الانسان وتعملي فيه فيلر، شو صحه هالمعلومه؟ هلا هو اكيد في حقن الدهون الذاتيه، هذا بصير انه باماكن معينه، بعدين يفضل استخدامه لما بيكون في عنا شيء كميه كبيره من الحقن، يعني لما في صبيه بدها تعمل تعبئه لخدودها وهي عندها كثير وشها نحيف وصار في عندها شكل شوي بارز ما بدها اياه، هي مو معقول انه تاخذ ميلي او 2 ميلي من جسمها وتعرض حالها للتخدير ان كان موضعي ولا عام كرمال تم، لا، نحن لما بنلجا للمواد المالقه اللي هي من الجسم الحقن دهون ذاتيه بيكون اكيد عندنا حقن ارداف، بيكون في عندنا حقن مؤخره، بيكون في عندنا تعبئه بالخدود بالايدين، يكون كميه اكيد اكثر من 5-6 ميلي، ساعتها بيلزم ممكن نحن نحطها تحت هذا الموضوع، بس اكيد ما حدا بفضل انه يتعرض لعمليه، هي بالنهايه عمليه، انا بدي اقيم دهون من منطقه يعني مزبوط هذا الشيء بيستخدم. ايه طبعا اكيد، وهو هذا يعني اكيد افضل الانواع اكيد. بس قلت لك السلبيه تبعيته انه انا بدي اضطر انه
حخدر الصبية انه انا اعرضها لغرفة عمليات اذا مشان ميلي مليين، ان كان حقن شفاه ولا جبين ولا اي شيء بسيط، حرام انه يصير. كمان اي شيء له سلبيات وايجابيات. نعم سيدرا، كثير بنسمع عن بعض الاخطاء يلي ممكن تصير حتى بهي العمليات البسيطة، اذا ما بدنا نقول اخطاء، عدم رضا خلينا نقول من البعض عن النتائج. كيف مين نصحح نحن الخطأ وكيف فينا نعمله بطريقة أفضل؟ ممكن أنه يطلع فيما بعد على مثل ما بدك، مثل ما بترغب الصبية، أو لا خلص نعمل ما فينا نغير؟ لا، هو أكيد يعني ما زال هي مادة مؤقتة، أكيد نحن في عنا مجال تغيير. يعني حتى السيليكون اللي هو مادة دائمة كان نحن ممكن نعمل فيها تغيير. هلأ التغييرات ممكن تصير إما أنه أنا بدي أعمل مساجات للمنطقة إذا أنا ما كانت الصبية راضية عن هذا الموضوع، ممكن تاخذ ابر الانتيبيوتيك او الكورتيزون اللي هو اوريدي كثير بيساعد انه المواد تمتص بسرعه. يعني اذا انا مثلا فرضا في صبيه عامله حقن شفاه والشكل كان ما متراضي عنه، حتى مع المساجات ما قدرنا انه نوصل للنتيجه هي بدها اياها، فورا بصير في عنا بقى حقن كورتيزون، بصير في عنا بتاخذ ابر انتيبيوتيك او مضادات حيويه، هذا بيساعد انه المواد تروح بشكل اسرع. وكمان نحن اذا ما قدرنا لا هيك ولا هيك، في عنا ابر مذيبه موضعيه بتنحقن بالمحل اللي انا حطيت فيه المواد المالئه، بس اكيد هو خيار يعني شوي ما بنحبزه لانه في له اثار سلبيه. طيب ما دام عم نحكي عن يمكن شوي حساسيه بالموضوع وكثير خطوره بدراسه الوضع، خصوصا انه اغلب الصبايا اللي بتعمل هذا الموضوع بتعمله بالوش، يعني هي المنطقه اللي اكثر شيء بارزه. طيب كيف فينا نقول انه مثلا صبيه عملت سابقا مثل ما قلتي بوتكس، تعرضت لمشاكل سلبيه، ترجع تعمل فيلر ولا لا صار ما عاد فيها ترجع تعمله؟ تمام. هلأ هو الأماكن بالعادة اللي عم نحط فيها الفيلر هي ما لها علاقة بالأماكن اللي عم نستخدم فيها البوتوكس. دائماً عم يكون، حكينا قبل بمرة، البوتوكس هو عبارة عن شلل مؤقت لعضلات الوجه بالمناطق التعبيرية. الفيلر نحن عم نستخدمه أكثر شيء للجيوب تحت العين، إذا في صبية في عندها جورة تحت عينها، إن كان نتيجة التقدم بالسن أو إن كان هي طبيعتها أو وراثة أو انخفاض بوزن مفاجئ. عم نستخدم الفيلر لحقن خطوط الضحك في صبايا عندهم ياها هنين، كتير هذا الشيء بيعطي كبر بالعمر، لما عم نحط هون مواد مالئة عم يصير الوجه أنعم وألطف، يعني ما عم يصير عنها هي الأسوأ اللي بتحسيها، عم يصير بالشفاه، عم يصير بمحيط الوجه. طبعا حتى هلا يعني عمليه الملق والاسلوب تبع الملق صار كثير مختلف، يعني مثل ما في موضه بشيء معين في موضه بالفيلر. يعني نحن كنا من زمان كانوا يحقنوا مثلا فرضا حقن المواد المالئه بالوجه، كانوا يحطوا مثلا كراسي بخطوط، هلا لا صرنا نروح اكثر انه نحن نعمل وش الاوفال، انه نحن نكبر الحناك، نعمل كليوباترا، نشد شوي، نرفع العظمه من هون. يعني هو موضه بالنهايه وشي دائما عم يتجدد. موضوع انه الماده مؤقته عم يخدمنا، يعني صبيه حبت، في ناس هن بحبوا كل فتره يغيروا بشكلهم، بقى انه اكثر شيء ممكن تقعد ماده 3-4 سنين كثير منيح، بكون في موضه جديده مشان نحن نغير فيها. هو بالنهايه شغله جماليه وتجميليه. اكيد كمان سيدرا بالنسبه للعمر بياثر العمر على نجاح الحقن، ان كان بدنا نقول لعمر صغير بيفرق عن عمر كبير، اذا هي معامله مثلا ولا مره لا بوتوكس ولا فيلر، قد ايه هي فعلا بتنجح اكثر بالمره الاولى؟ هلا هو يعني الحمد لله رب العالمين، موضوع النجاح او عدمه هذا بيرجع لشغله كثير اساسيه اللي هي الماده اللي عم تنحط، هذا فعلا اهم شيء. يعني في ناس للاسف عم تستخدم مواد كثير سيئه، نوع من الاسترخاص، وفي ناس تستخدم مواد كتير منيحة. هلا المادة اللي منيحة أكثر أثر سلبي ممكن يصير إنه هو الوزمة، الوزمة المؤقتة لمدة كم يوم، وهذا الشيء بيتفاوت حسب طبيعة الأجسام وحسب العمر. يعني في أشخاص هلا بيعملوا فيلر الصبح المساء ما في شيء ولا شيء، يعني تطلع عند قدام الناس ما حدا ممكن يقفر أبدا ولا حتى يشوف باد سايد إفكت. في ناس بضلوا أسبوع، ممكن يصير عندهم ورم، ممكن يصير عندهم ارتفاع بالحرارة، ممكن يصير في عندهم محلة تحس حالك كأنه هيك عفوا الأكل بوكس، يعني إن كان حول عينه ولا إن كان بخده أو بتمه يصير زرق. يعني هذا موضوع كتير طبيعي بيرجع لطبيعة الأجسام، لأنه مثل ما قلت هذا بالنهاية مادة غريبة عم تفوت على الجسم، إذا أول مرة أو ثاني مرة بده وقت حتى يتأقلم مع الجسم، مع التكرار ما بيعود في عنا هدول المشاكل. لكن إذا مواد سيئة ما مع وكالة، ما أنا مضمونة، للأسف ما عن طريق وكلاء وشركات مهمة أو أسماء،
عم يصير مشاكل انه ممكن تكون مواد صلاحيتها خالصه، ممكن تكون الابر للاسف مانا معقمه بالدرجه المفروض انه هي تنحطها، بصير عندي التهابات قدمه. لهيك نحن اي ماده بتنحقن اذا كان في عندنا صبيه اخذت مع الوزن اكثر من 48 ساعه نحن ممكن بقى نفكر انه في عندنا احتمال يكون صار التهاب قدمي، وهذا نوع من انواع الالتهابات وهو اكيد فيه له خطوره. لهيك كثير مهم موضوع التعقيم، موضوع انه اي صبيه بدها تعمل فيلر ميزو بلازما بوتوكس اي شيء مع الاخصائي اللي عم تتعامل معه او الطبيب تكون حريصه على انه هي على الاقل تشوف الماده، الابره تنفتح قدامها، حلو انها هي تتثقف تقرا تعرف شو انواع المواد، كمان هن الماركات براندات، وما بتخيل في صبيه ما عندها علم بهدول المواضيع اكيد. وبس للاسف كمان في دكاتره هن عندهم اسلوب احتيال يعني بيكون ما بيفرجوا الصبايا هذا الموضوع، بس لازم اي صبيه اذا ما كانت بتنتبه هلا تصير تنتبه على القليله تشوف شو الماده اللي عم تنحط. اكيد سيدرا. طيب قبل ما نختم حديثنا يمكن شو النصيحه اللي بتحبي توجهيها اليوم لكل صبيه او سيده عم بتتابعنا بشكل خاص لجمالها؟ هلا هنا نصيحتين، معلش اسمحوا لي اقول تنتين. اول وحده انه اي صبيه حابه تعمل فيلر او اي شيء جمالي حتى لو كانت معنا بحاجه ما تحط كميات كبيره من اول مره، كثير حلو انه نحن نتمهل ناخذ وقتنا اول شيء ان كان مشان نعرف اذا جسمنا بيتقبل هاي المواد او لا، ولا ان كان نعرف اذا هالشيء بيلبق لنا او لا. انت مثلا حابه تعملي فيلر مثلا للشفايف، اوكي بلشي بنص ميلي ميلي، ما ضروري تحطي 3 ميلي فورا لانه ممكن الميلي نتداركه، ال 3 ميلي ما نقدر نتداركها. بقى ستيب باي ستيب، حبيتي تزيدي ممكن على الريتوش تزيدي اكثر هذا الشيء، بس هيك انه طولي بالك وتمهلي وكثير كوني هيك رايقه بهذا الموضوع لانه عن جد مو لعبه، مثل ما قلتي هذا وش يعني ابدا ما فينا نحن نخبي. اكيد هاي النقطة. والنقطة الثانية انه اذا ما في داعي واذا انت صبية كثير حلوة حاولي قد ما فيكي انك تبعدي عن هدول الشغلات، قد ما كانت عم تحطي مواد صنعيه بوشك ومو يعني مو كل مره بتسلم الجرى للاسف. هو بالنهايه ما فينا ننكر انه في ناس حظهم سيء بالتجميل، ممكن يعملوا شيء وغيرهم يعملوه يزبط عليهم ما يزبط، كثير عن جد يكونوا حريصين وحلو نثق بحالنا وكثير نحب حالنا كيف ما كنا. اكيد يعني سيدة كثير بدنا نشكر وجودك معنا لليوم، ومثل ما قلتي كثير حلو نثق بحالنا، يعني نلجا للتجميل خلينا نقول اخر شيء ممكن نلجا له. شكرا لك سيدرا. حبيبه قلبي. شكرا لك سيدرا ولا لمستك.